أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى، الحلقة رقم 54. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة هيكون في ضيافتنا مستر رمضان التركي، أستاذ اللغة الإنجليزية. مساء الخير يا مستر. مساء الخير مستر أحمد، نورنا وتشرفنا كالعادة. اتكلمنا عن ايه النهاردة مع طلابك؟ ان شاء الله النهارده احنا مع ألذ وحده واحلى وحده في اللغه الانجليزيه، وحده ديستريبيوتيفز يونت 4، وحده جميله جدا وشيقه قوي قوي قوي، واتمنى طبعا ان انتم بقى تستمتعوا بيها معانا. اكيد انا متاكد ان حضرتك هتعرضها بطريقه سلسه لانها عامله مشاكل لمعظم الطلبه. لا لا، وحده لذيذه وجميله وما فيهاش اي فكره، والموضوع بس محتاج تركيز شويه، ومحتاج ان انا افهم شويه حاجات اساسيات، وهتبقى لذيذه قوي جميله قوي ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى كده ان الناس كلها تستفيد وتسعد وتستمتع ان شاء الله. حلقه مفكره مستر رمضان. ان شاء الله مستر احمد، اتفضل حبيبي. ان شاء الله، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي الطلاب، اعزائي المدرسين، الناس كلها اللي بتشوفنا وبتسمعنا، شوفوا بقى معانا كده يونت 4 بطريقه بسيطه وطريقه سلسه، ونتمنى ان انتم تستمتعوا بيها. الوحده بتاعتنا النهارده يونت 4، عنوانها The Distributives، أدوات التجزئة في اللغة الإنجليزية. تمام؟ قبل ما نشرح أدوات التجزئة في اللغة الإنجليزية، ما أنا لازم أعرف الطالب إيه الفرق بين المفرد والجمع؟ إيه الفرق بين السنجولار والبلورال؟ يعني أنا النهارده هقول للطالب، طب إحنا عندنا أفعال تستخدم مع الأسماء المفرد والأسماء التي لا تعد، المفرد سنجلر والأسماء التي لا تعد اللي هي الايه؟ الانكاونتبل ايه؟ نونز. الطالب لو عرف الحاجات البسيطة دي، أظن وحدة ديستريبيوتيفز ومعانا مستر أحمد، هتلاقي الدنيا سهلة جدا وبسيطة قوي. يبقى أنا هعرف الطالب إيه الفيربس، إيه مجموعة الفيربس
which are used with the singular nouns and the uncountable nouns. دي أساسية. لو أنا عرفت الحاجات الأساسية دي الدنيا كده بقت سهلة وجميلة قوي. هناخد مثلا إيه الأفعال دي؟ أدي واحد أنا بستخدم معهم is. يعني أنا ما أقول water أقول is، أما أقول money أقول is. تمام. في الباست هتبقى was، في البريزنت بيرفكت هاز، والفيرب بلس اس اي اس اي اس. يعني انا النهارده لو انا بتكلم عن حاجه سنجولر هقول يا از يا ووز يا هاز، يقول مثلا كامز لايكس ستاديز هيلبس الى اخره. تمام قوي، دي كده اساسياتها. طب ايه هي الافعال التي تستخدم مع الأسماء الجمع مع البلورال؟ ده جزء تاني. يبقى أنا الجزء الأول إيه اللي بيستخدم على الأسماء المفرد؟ إيه اللي بيستخدم على الأسماء الجمع؟ لو أنا عرفت الحاجتين دول أنا كده الديستريبيوتيفز هتبقى بالنسبة لي سلسة قوي. أما أقول لواحد مثلا أول، طب قول ورايا إيه يا ابني؟ uncountable noun. uncountable noun يبقى تختار مين؟ is was has verb plus s e s. يبقى انا لما الاقي فيرب فيه اس او هاز او ووز او از هختار مين؟ اول. تمام جدا. ايه الافعال الجمع بقى؟ الار والوير هاف والانفينيتيف وداوت اس. يبقى انا لما اقول للطالب الفيربس ويتش ار يوزد وذ ذا بلورال ناونز ار وير هاف انفينيتيف وداوت اس. حلو قوي، انا كده عرفت الطالب الاساسيات اللي هشتغل عليها. يبقى انا بقول له الطالب ذاكر دول كده في الاول، ذاكر ايه الافعال المفرده وايه الافعال الجمع. الافعال السنجولر فيربس از ووز هاز فيرب بلس اس، الجمع ار وير هاف انفينيتيف وداوت اس. هاجي بقى اشرح اول جزئيه في الديستريبيوتيفز. ناخد اول جزئيه، خلي بالك بقى معايا، انا هسيب دي كده على البورد وهشتغل جزء جزء عشان الطالب يبقى فاهم ايه المفرد وايه الجمع. انا عندي اول ديستريبيوتيف، انا عندي اول وعندي اول او اول اوف. دي كده اول جزئيه. امتى يا مستر بنختار اول؟ امتى انا بقول اول صح في الاختياري؟ قال لي انت عندك اول كده وراها ادي ان كاونتابل ناونز. يبقى ده اسمه ايه؟ ها؟ ايوه الناس اللي معايا، اسم لا يعد uncountable nouns، اسم لا يعد. يبقى انا هختار فعل ايه؟ مفرد، لان احنا قايلين المفرد مع الاسماء المفرد والاسماء التي ايه؟ لا تعد. يبقى الفيرب اللي هنا اهو كده فيرب سنجولار فيرب فعل مفرد. يبقى انا النهارده ما اقول all water all money all sugar، يبقى هختار is يا وصف البسط يا هاز يا فيرب بلس ايه؟ اس. تمام. طب يا مستر وقول وقول اوف، قال لي قول او قول اوف وراها كاونتابل ناون، يعني اسم ايه؟ لا يعد. يعني مثلا all of the boys all of the girls all of the teachers او all teachers من غير اوف، all teachers all students. يبقى الفيرب هنا هيبقى بلورال ايه؟ فيرب. يبقى انا اختار معاهم مين؟ ار وير هاف انفينيتيف وداوت اس. جميل. عايزين اكزامبلز، اكزامبلز على اول او اول اوف. يبقى انا النهارده لما اقول لطالب اول انفورميشن وادي سبيس فاوند اون the internet، هل هنختار هنا is ولا was؟ خلاص كده ونقفل جملتنا هنا كده مثلا. والله لو كانت جملة انا اقصد انها present هختار مين؟ is. ولو بسط هختار مين؟ was، عشان دي جملة باسف. هو هيكتب لي هنا في جملة زي دي كده، هيكتب لي كوارد، هقول لي مثلا كده وهي كده كده ده جملة fact، فانا بقول all information هتبقى هنا مين؟ هي كاتب لي هنا از وجنبها مين؟ ار. الطالب اللي مذاكر كويس يقول له طب انفورميشن ده uncountable nouns. uncountable ايه؟ noun. والuncountable noun احنا قلنا بناخد معاه فعل ايه؟
مفرد. يبقى نختار هنا مين؟ إز. إز تمام. هات واحدة تانية. قول the teachers هل إز ولا آر at school today. ركز معايا كده. انت قلت ان احنا عندنا all و all of، والله لو وراها اسم مفرد او uncountable يبقى الفيرب singular. طب لو كان الجمع يبقى الفعل plural. طب انا عندي هنا teachers، طب ممكن اقول all of the teachers both of them are correct، لان عندي في الجمع ممكن اقول all وممكن اقول ايه all of. طب يا مستر دي كده جمع، يبقى هنختار هنا مين؟ ار. ار تمام. يبقى انا عندي ادي اول distributives في الوحده، عندي all و all او all of مع الانكاونتبل يبقى سنجلر فيرب، ومع الكاونتبل ايه بلورال فيرب. تمام. نبص عليها كده. الناس اللي بتكتب، الناس اللي متابعه معانا، صور او الحاله ان شاء الله هتتعاد، سجلها كما تشاء. يبقى دي المعلومه انا هسيب دي كده زي ما هي طول الحصه. جميل. طول الوقت كده احنا هنسيب دي كده، الافعال المفرد والافعال الجمع، عشان الطالب يبقى فاهم الفرق بين الجمع والايه والمفرد. تمام. الجزء الثاني هشيل اول، هشيل all of، وهسيب القاعده زي ما هي عشان بس اثبت للطالب ان الوحده دي وحده جميله، وحده لذيذه، ومش عايزه مجهود ولا عنايه قوي غير ان انت بس تركز فيها. طب ايه بقى المعلومه؟ انت سبت دي كده all of، انا هحط المره دي مين؟ half او half of، اللي هي معناها ايه؟ نصف. half او half of. طب واللي تحت؟ half half of. وهنشيل امثله عشان في اكسبشن، حاجه واحده بس شلنا الامثله اهي. انا مش هشيل ولا معلومه تاني من على البورد، زيها بالظبط زي اقول. يعني يا مستر half و half of وراها uncountable nouns. يا اولاد انا مش بقول singular noun، مش بقول اسم مفرد يعد، انا بقول uncountable nouns. يعني half of water، half of the milk، half of my money. يعني هنا برضو uncountable، والفيرب بتاعها برضو بقى ايه؟ singular verb. ده زي all بالظبط. يبقى الطالب اللي بيذاكر half يذاكر all، بس الفرق في المعنى. all يعني ايه؟ كل. طب وhalf معناها ايه؟ نصف. عشان لو جت جملة فيها half و all يبقى لازم اترجم. يبقى انا النهاردة half او half of وراء uncountable noun يبقى singular verb. طب لو وراها countable noun يبقى وراها ايه؟ plural verb. ده زيها بالظبط بالظبط، مفيش اختلاف بينها وبين all، غير ان ايه؟ half او half of، وhalf او half of. uncountable يبقى singular verb. طب لا countable plural ايه verb. ايه الاستثناء؟ ايه الاكسبت اللي فيها؟ الاكسبشن اكسبت half a، دي وراها وحده قياس. يعني واحده half a meter، half a kilo، half a kilometer، دي وحدات القياس. يبقى انا لما بقيس بقول هاف متر نص متر، هاف كيلو نص كيلو، هاف كيلومتر نص كيلومتر، هي دي الاستثناء الوحيد. يبقى الفرق بينها وبين اول هاف ايه وراها وحده قياس. يبقى احنا كده خدنا كلمتين في الديستريبيوتيفز، قاعدتين في كلمتين اول وهاف. uncountable noun يبقى singular verb فعل مفرد. طب لو countable noun فعل جمع، يعني اسم جمع، اسم جمع، يبقى البلورال فيرب. تمام يا مستر احمد. هناخد مثال. بص يا اولاد كده، ادي half of my money space spent on food. طبعا كلنا بسم الله ما شاء الله كلنا يعني نص فلوسنا بتصرف على الفلوس، ولم يكن طبعا نص على حاجات تانيه. يبقى half of my money on food، هل is ولا وير ولا ار ولا هاف. الطالب اللي مذاكر معانا الجزء الاول خالص، الجزء الاساسي اللي قلناه، الفرق بين الاسماء المفرد والاسماء التي لا تعد والاسماء الجمع، مش هياخد ثواني. طب هو هنا الماني كاونتبل ولا ان كاونتبل؟ للاسف طلبه كتير جدا جدا يقول لك الماني ما بيتعدش. ليه؟ هو انا صنفته وانا قلت جنيه، قلت استرليني، قلت دولار، ولا بقول الفلوس بصفه عامه؟ اصبح دي وحده كميه، وحده كميه، وحده قياس عامه. فهنا اصبح الماني ايه؟ uncountable مفرد. فالمفرد هياخد هنا مين يا اولاد؟ ايوه تمام. الناس الصحيه معانا قالت
all of money يبقى is. تمام، ده بالنسبة لمثال أول. طب مثال تاني يا مستر. half of the students، نص الطلبة، هل هتبقى is ولا are absent today، غايبين النهاردة؟ وعايز أنبه لحاجة عشان برضو إن شاء الله قدام شوية هناخد الفرق بين neither neither أو neither وبين either أو either وبين both، وهقول الفرق بينهم. يا ولاد هنا half half، أنا بقول half of the students، نص الطلبة، أنا بكلم عن عدد كبير، خمسة، عشرة، عشرين، تلاتين، خمسين. طب أنا أقول برضو، أقول برضو نفس الكلام، أقول ده أنا ما بحددش، بقول كل الطلبة، بقول مثلا كل المدرسين. طب عددهم كام؟ العدد هنا مفتوح. عن both و neither و either أنا بتكلم عن إيه؟ two persons، two things، يا إما شخصين، يا إما شيئين، يا إما صفتين، يا إما فعلين، يا إما. يبقى هنا أما أقول مثلا both يبقى my hands، يبقى أنا بتكلم عن الاثنين، both my ears، both my eyes. يبقى أنا في both و either و neither أنا بتكلم عن اثنين بس. أما هنا بتكلم عن نص العدد، نص العدد أيا كان العدد، كل العدد أيا كان الإيه العدد. فأنا لما أقول كده half of the students، نص الطلبة، طب عددهم كام؟ أنا ما أعرفش، ممكن 10، ممكن 20، ممكن 50، العدد مفتوح غير both وغير either وغير neither. يبقى هنا half of the students يا جماعة هناخد مين؟ R. دي تاني distributors. half of طبعا دي exception، طبعا half a meter، half a kilo. أما أقول مثلا I walked، أنا مشيت half a kilometer to reach my home، half a kilo مشيت نص كيلو عشان أوصل إيه؟ بيتي. هنسيب دي برضه زي ما هي كده عشان دي الأساس بتاعنا اللي إحنا شغالين عليه. ده الجزء الثاني في الديستريبيوتيفز. تمام، يبقى انا كده ربطت بين اول وهاف. ايه اللي بعده؟ نمسح ده كده خلاص، الناس صورت، يا رب الناس تكون كتبت وتابعت معانا. تمام، وبنقول للطلبة حبايبنا في كتاب مدرس على الهوا طبعا اللي هيصدر قريبا، اللي الناس بتحجزه دلوقتي، كل الحاجات دي طبعا متغطيه كويس جدا، جرامر وفوكاب، درس درس كل المواد. اظن يعني كده هيبقى معاك كتاب قيم، حاجه يعني ممتعه ان انت تذاكر من كتاب واحد لترم على بعضه. وان شاء الله الترم الثاني هنتبع بكتاب ثاني، يبقى كتابين معاك السنه كلها في كل الايه المواد. تمام، ايه الجزء اللي بعد كده؟ بوث. تمام، ممكن تبقى both of، وممكن تبقى both، نركز بقى على دي، هنكتبها بلون تاني بس يا رب الناس تخلي بالي منها. both ايه؟ both and. تمام، both both of both and. تيجي نلغي الفكره في كلمه يا مستر لو سمحت، الفيرب بتاعها ده كلهم الفيرب بيبقى ايه؟ رأيك في الكلمة الحلوة دي؟ يعني أول ما بشوف both ده بلورال فيرب. طب يا both يا مستر بتتكلم عن إيه؟ شخصين، شيئين، صفتين، بين فاعلين، بين مفعولين. يا بص تو سبجكتس، تو اوبجكتس، تو adjectives، تو persons، تو things. شو أنا عمال أقول تو تو تو، ما بقولش أكتر من كده، ما بقولش 3، أنا بتكلم عن إيه؟ اتنين بس. يعني أنا ممكن أستخدم both and دي between two subjects، between two verbs، between two objects، between two adjectives. تخيل انت المنظر ده كلها تو تو. طب حتى بوث دي برضو من اتنين، يعني انا كده اما اقول دي وراها اسم جمع يعد ويدل على، على كام يا ولاد؟ على كام؟ على اتنين. يعني انا اما اقول بوث، بص معايا، بوث ماي هاندز ار كلين، بوث ماي هاندز ار كلين. تمام، بوث ماي ايز، both my eyes see well. تمام، both my parents، my parents، my parents، my dad and my mom اثنين، both my parents are at home. يبقى انا both دي بتتكلم عن اثنين. طب وbooth of؟ قال لي يا باشا both of them اثنين، both of you اثنين، both of us اثنين، those اثنين، these اثنين. كل ده انا بتكلم عن two things.
الملخص بتاعها ان الفعل بتاعها فعل ايه؟ بلورال. طب بوث اند، قال لي بقى انت ممكن تحط سبجكت ماشي، ممكن تتكلم عن الاوبجكت ماشي، ممكن تتكلم عن ادجكتيف مفيش مشكله. طب وهنا نفس السبجكت تاني، اوبجكت تاني، ادجكتيف تاني، هقول لك امثله على كل ده. كل ده الفيرب ايه بتاعها؟ بلورال. طب هات مثال. بوث، ايوه، نهى، اند، ندى، كده دول اسمين، ادي نوع اند ندى. مالهم بقى دول؟ ار سيسترز. ايه رايك؟ يبقى انا عملت ايه؟ ادي كده بنفعلين. طب حطها بالمفعولين، اي لايك بوث ابلز اند بنانس، كده بتوين تو اوبجكتس. طب كمل بقى اللي بعده، هات مثال تاني. هنقول مثلا ندى از بوث كليفر اند كايند، انا كده بتوين تو ادجكتيفز، كده انا التزمت بدي. يبقى هنا انا ادي بوث عشان في هنا مين؟ اند، هنا بوث عشان في اند برضو، هنا بوث عشان في اند، الفيرب في البلورال، في البلورال. تمام، مثال على اللي فوق، ادي بوث ماي سيسترز، هل هنا از ولا ار كليفر؟ انا بكلم اخواتي الاثنين. طب انت بتقول بوث يا جماعه، الطالب الذكي والشاطر انت اول ما تشوف بوث في امتحان او بوث اوف او بوث اند والفيرب هو اللي ناقص ما تفكرش كتير، ده الفيرب يبقى ايه؟ اهي البلورال اهو. بص يا اولاد، ادي ار، ادي وير، ادي هاف، وادي الانفينيتيف. عايزين بقى على الانفينيتيف، بوث ماي بيرنتس، هل هنا لايك ولا لايكس؟ اكس. احنا بنقول امثله بسيطه بس عشان نوصل معلومه، يعني الامثله بساطه المثال في توصيل الفكره، هو مش لازم اكتب مثال كبير ومثال صعب عشان اوصل فكره. انا عايز اوصل فكره ان انت هنا ليه هتختار لايك؟ عشان ده فعل بيتبع الايه؟ البلورال، يعني الافعال بلورال اللي هو الانفينيتيف وزاوت ايه؟ وزاوت اس. واحد يقول طب ليه ما خدتش لايكس؟ ما فيها اس يا ابن، اللايكس دي بتاع هي وشي وات والسنجلر المفرد والانكاونتبل، ودي احنا قلناها في اول ايه؟ اول كلمه في الشرح. يبقى انا بوصل الفكره بمثال بسيط عشان الفكره توصل. انت بقى المثال يكبر يطول يصغر، تيجي مثلا بص في نص الجمله زي ما عملنا كده في اخر الجمله، انت فاهم فكرتها ان بوث معاها مين؟ اند، وفعلها فعل ايه؟ بلورال. فعل ايه؟ جمع. يعني فعل جمع برضه اهي للمره الثانيه، يعني هختار معاها ار، هختار معاها وير، هختار هاف، هختار انفينيتيف. وصلت الفكره؟ فكرة بسيطة ولذيذة. ده الديستريبيوتيف نمبر 3. ايه اللي بعده؟ اصور، اكتب ملاحظات مهمة، اكتب ملاحظات ودون، تبقى الدنيا ماشية كده معاك كويس. جميل. ها خلاص؟ هنخش على اثنين شبه بعض تاني، احنا خدنا اول وهاف زي بعض بالظبط ما عدا هاف ايه. شكرا، دول اثنين اتركنوا. تمام. دول بيجوا مع مين؟ uncountable noun يا اما countable noun. uncountable singular verb والكاونتبل بلورال فيرب، شكرا دول خلصوا. والاكسبشن هاف ايه. اما بوث فعلها فعلها جمع وباي شكل من اشكالها. طيب نمسح دي كده ونخلي تدل على اكتر من اثنين برضو كده كده، بس هنمسح بقى المره دي كل ده عشان ده هيتغير. بص يا حبايبي، المره دي هنتكلم عن نايدر، اللي معناها لا، اللي معناها ليس هذا ولا ذاك، لا ولا. بوث كان معناها كلتا او كلاهما او كلا من، كلا من و، يبقى دينا بوث. طب نايدر لا ولا، ليس هذا ولا ذاك، رفضت هذا وذاك، دي بتاع النفي، دي تفيد النفي، وفي نفس الوقت اسم. هنا بقى مش اسم جمع،
هيبقى اسم ايه؟ ها؟ مفرد ويعد. نستأذنك يا مستر رمضان في قصر قصير، فاصل قصير ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني واللغة الإنجليزية للثانوية العامة مع مستر رمضان التركي. اتفضل يا مستر. طيب بعد لازال كده نواصل مع بعض الحلقة بتاعتنا الممتعة والدرس الممتع اللي ما فيش أسهل منه، عشان الناس بس بتقعدش تشتكي وما عرفش أحل عليه وببص في الكتب وما عرفش أشتغل، لأن أنت دماغك مش مظبوطة شوية، فلو اتظبطت هتبقى زي الفل. نقول تاني دي نايدر، احنا قلنا نايدر ايه؟ ها وراء ايه؟ اسم. نكتب تاني، أنا عارف إن كنت كاتبها بس مسحتها. هنكتب كده يا أولاد اسم، اسم ايه؟ مفرد يعد وتدل على كام حاجة؟ اتنين برضو. خلي بالك من مفرد يعد، احنا قلنا بوث وراء اسم جمع. قول اسم لا يعد، اسم لا يعد، يعني انا ما ينفعش اقول مثلا ايه اول بوي، اسم اول بويز. ما ينفعش اقول مثلا اول ووتر، اقول اول جيرلز. اوكي، يبقى هنا قول اسم لا يعد، خلاص كده. اما نايدر اسم يتعد، وبعد الاسم يتعد ده لازم، يعني مثلا ما اجي اقول مثلا هنمسح الامثله بتاع بوث دي. بص يا اولاد، واحد بيقول لي مثلا ايه رايك في الاجابات دي، فعايز اقول له الاجابات دي كلها غلط، فاقول له ادي نايدر انسر، يا ترى هي باز ولا ار كوريكت. لسه احنا ما وضحناش بتاخد مفرد ولا جمع، بس اهم حاجه ان نايدر هي لازم وراها حاجه تتعد. نايدر انسر، نايدر بوي، نايدر جيرل، نايدر تيست ولا امتحان. طيب الثانيه نايدر اوف، المره دي بقى وراها ذم اس يو ذيس، جمع اسم جمع بلورال. طب ونايدر الثالثه اسمها نايدر، ها نايدر ايه؟ نور. هناك كان بوث اند. بص بقى معايا الموضوع هيختلف شويه. المجموعه دي الفعل هنا مفرد سنجلر. انا عارف ان في اللغه العاميه دي بتاخد مفرد او جمع، في الامريكان في اللغه العاميه نايدر اوف ذيم ممكن اقول از ممكن اقول ار. طيب عن هنا نايدر، نايدر تيست، هنا از ما فيش غيرها، فاحنا من الافضل في دي استخدام المفرد تاني. يعني دي كده فعل مفرد، دي مفرد او جمع، ولكن من الافضل استخدام الايه؟ المفرد. يعني انا لو جات لي في الامتحان اختار المفرد، لو بيقارن بين المفرد والجمع اختار الايه؟ المفرد. اما نايدر نور دي زي بوث اند. طب بص عندي كان الفعل جمع، قال لي هنا الفعل، هنا الفعل ده بيتبع اني فعل فيهم بقى؟ يتبع الفاعل التاني. يبقى الفيرب، ذا فيرب فولوز ذا سكند سبجكت. يعني لو سبجكت ده التاني ده مفرد يبقى ده مفرد سنجلر. طب لو جمع يبقى السبجكت ايه؟ جمع. يبقى انا في جمله زي دي نايذر انسر انا ما قداميش غير مين؟ از. نايذر انسر از كوريكت، ولا اجابه صح. طب لو كانت نايذر اوف ذا انسرز اللي هي دي، قال لي تمشي از وتمشي مين؟ اركوري. بس الادق عشان بس ما يفوتناش الخطا، الادق از، ولكن هي تمشي جمع وتمشي ايه؟ مفرد. هات بقى نايدر نور، لا بقى دخلنا بقى في موضوع تاني. ادي نايدر هاله نور هير فريندز از ولا ار ابسنت. في واحده فيهم غايبه، في حد فيهم غايب. انا هنا بتكلم عن هاله واصحابها بقوا اتنين، انا بعمل مقارنه بين تو بيرسونز. هو هاله واحده وفريندز الطرف الثاني. طب الهير فريندز دي ده جمع، يبقى نختار مين؟ ار. زي ما قلنا الفعل بيبقى فعل ايه؟ الثاني. يعني انا لو حد قال لي مثلا كده نايدر، نايدر ماي بيرنتس
نور ماي سيستر، هل هاز ولا هاف اي كار؟ عندهم عربيه. احنا قلنا الفعل بدا، الفعل بدا فعل ايه التاني؟ طب انت عندك هنا مين؟ ماي سيستر مفرد، فهنختار مين؟ هذه كار. تمام، ده بالنسبه لنايدر نور، بسيطه وسهله. نايدر ولا اسمه مفرد يتعد، نايدر كار، نايدر بوي، نايدر جيرل، نايدر انسر، نايدر تيست، نايدر اوف ذيم، نايدر اوف اس، نايدر اوف يو، والاسم جم. نايدر معاها نور اساسيه، وكده كده الفعل هنا مفرد في اول حالتين، والحاله الثانيه مع نور بختار الفعل حسب الفعل الثاني. طب يا نايدر دي ممكن تربط في اخر جمله؟ اه، يعني على سبيل المثال بقى، مثال جميل قوي عاجبني عشان ابين لك النفي اللي فيها. Two persons wanted to marry her. اتنين عايزين يتجوزوها. But she accepted space كده of them. نعمل اختيارات، both neither half all، ونقف في جملة كده، ادي neither وادي بص دي داخل الجملة، نقف في الجملة في الحتة دي، شوف الناس هتفكر معانا ازاي. طب انت بتقول two persons، انت بتتكلم عن اتنين، شكرا half، شكرا all، احنا قلنا العدد غير محدود معاهم، ده اول القصه كده. طيب اوف ذيم يبقى بوث ايه يا ناي. طب انت بتقول اتنين اتقدموا لها، اتنين كانوا عايزين يتجوزوها، ولكن يبقى انا عملت ايه؟ نفيت. فدايما البات اللي بتنفي دي بتاخد مين؟ نايدر. ادي برضو معلومه، حتى لو اتاخدت بالمعنى هي ما قابلتش حد فيهم. تمام، ما ينفعش تقبل اتنين. تمام، ممكن تقبل اتنين وتقارن بينهم. ده الجزئيه الرابعه في الديستريبيوتيفز. طبق عندنا ايذر سواء او ايذر، نقولها بقى بسرعه برضه، هنشيل ان اهي، اهي هنشيل ان في كل ده، هنشيل ان هنا ونشيل ان هنا. ايه رايكم يا اولاد؟ نفس الكلام، نفس الكلام زي اول وهاف بالظبط. الطالب اللي بيذاكر يا جماعه نسق شغلك، رتب افكارك، رتب دماغك. يعني انا النهارده قلت هاف وقول في كلمتين. نايدر وايزر هو الفرق النافي والاثبات. هنعمل ده حرف كابيتال عشان دي اول جمله اهي، ونعمل برضو حرف كابيتال كده، معلش، ودي حرف كابيتال برضو كده، شكرا، الدنيا خلصت. يبقى انا هنا ايذر او ايذر وراها اسم مفرد يتعد وتدل على برضو ايه؟ اتنين. فعلها فعل ايه؟ سينجولار مفرد. طب وايذر اوف ذيم واص والجمع، برضو الفعل يا مفرد يا جمع، ويفضل المفرد. طب وايذر اور سبجكت واحد وسبجكت تاني، او اوبجكت واحد واوبجكت تاني، او صفه وصفه، ايا كان، وبرده الفعل يبدا فعل ايه؟ التاني. يبقى الطالب اللي بيذاكر ربط اول مع هاف وايذر مع نايذر، بس دي بتاع الاثبات، دي بتاع الايه؟ الاثبات. ناخد مثال، بص يا حبايبي، انا ما اقول مثلا ايذر هالة or her sisters، نفتح قوس كده، attend ولا attendes my party. جملة جميلة اهي. الناس اللي فاهمة هيعمل ايه في الامتحان؟ يقول لها دي ايذر ومعاها مين؟ or زي neither nor، والفعل يتبع الفعل الايه؟ التاني. هنا التاني مين؟ سيسترز، جمع ولا مفرد؟ قال لي جمع. نرجع للقاعده، الافعال التي تستخدم مع الاسماء الجمع يبقى بلورال، هاخد مين؟ ار، هاخد وير، هاخد هاف، انفينيتيف وداوت اس. نروح لجملتنا سريعا، يبقى ناخد مين؟ اتند على طول، مفيش. طب واحد بيقول لي، طب انت جات كده ايذر انسر وقال لي كده از ولا ار كوريكت؟ يا ابني ما احنا قلنا ايذر زي نايذر بالظبط،
هي بالظبط الفعل بتاعها فعل مفرد، يبقى ناخد برضه هنا مين؟ is. تمام؟ اظن كده الموضوع واضح جدا. ربطت بين ايدر ونايدر، وربطت بين هاف وقول، كده بقوا اثنين مش اربعه. وبص هي اللي خرجت منهم فعلها ايه؟ جمع. اتبقى عندنا تو ديستريبيوتيفز، وهناخدهم مع بعض. نمسح ده. انا بستنى بس شويه عشان في ناس بتكتب وناس بتصور وناس متابعه معانا كويس. تمام. بص يا اولاد، وهقول كلمتين كده في الاخر يا رب يعجبوكم. احنا عندنا each، وعندنا each of، وعندنا every، وما فيش every of بقى. ما فيش حاجه اسمها every of. ما حدش بقى يقول لي every one. اه في every one، اه بس ما فيش every of. every، everyone، everything، everybody. انت حر، ده زي الفل، مفيش مشكله خالص. قبل ما اشرح اي حاجه يا مستر احمد، زي ما قلت بوث فعلها جمع، هقول للطالب لو سمحت دول كده الفيرب بتاعهم لازم يبقى كده، لازم يبقى از، لازم يبقى واز، هاز، فيرب بلس اس، اي اس، اي اس. اظن كده اتلمت كفيرب. يعني انا النهارده اما اختار ايتش وايتش اوف، الفعل بتاعها فعل مفرد. جميل قوي. طب مستر كامل بقى شرحها. ايتش وراها ها اسم مفرد يعد، وهنا بقى وتدل على اثنين او اكثر، اكثر من اثنين. يعني انا لما اقول ماي بيرنتس يبقى انا عندي مين؟ ايتش اوف. طب وافري اسم مفرد يعد وتدل على ثلاثة أو أكثر، أيا كان فعلها مفرد. يبقى أنا النهارده لما أقول اتش على سبيل المثال، أما أقول مثلا I have a bag in space hand، هل أختار اتش ولا every ولا half ولا اول ولا حتى بوث؟ شوف الهمزه. ولا نايدر؟ سيبنا عشان بس هي تنفي، خلينا بس كده. تعالى بس اوريك الطلبه اخطاء الطلبه. يا ابني هنا هاند 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 هاند، دي سنجلر مفرد، يبقى هشطب هاف، دي بتاع الجمع، قول بتاع الجمع، بوث بتاع الجمع، اصبح اتش افري. انت عندك كم ايد؟ تو هاندس، تو هاندس، ما عنديش ثلاثه انا، فتو اختار مين؟ ان اتش هاند. والله لو بكلم عن ثلاثة هختار مين؟ هختار إفري. تمام كده يا مستر أحمد؟ طيب. الملحوظة بقى اللي هقولها والناس لازم تفهمها، all و half وراهم uncountable noun، uncountable noun. each و every و neither و either أو either وراهم countable noun مفرد، مفرد مش جمع. كده ده ملخص سريع قوي للبارتيتيفز. تمام. كي تفصل مستر أحمد، اتفضل يا حبيبي. نبدا نشوف مع بعض بقى كده اهم الاسئله اللي مستر رمضان مجهزها للطلبه بتاعته. نشوف مع بعض كده بيج نمبر 1 والمراجعه السريعه اللي على الوحده الرابعه. بص يا ولاد، احنا قلنا الافعال اللي بتستخدم مع الاسماء المفرد والاسماء التي لا تعد، قلنا يا از يا ووز يا هاز يا فيرب بلس اس وي اس واي اس. تمام. والافعال اللي مع الاسماء الجمع، معلش اكتبها، هي مش مكتوبه. الفعل تستخدم مع الاسماء الجمع، اكتب كده الجمع، ار وير هاف فيرب بدون اي اضافات. بدانا بقول، قلنا قول وراء انكاونتبل نون اسم لا يعد، يبقى طبيعي جدا فعلها لا يعد. اسم لا يعد فعلها لا يعد. طب جميل قوي. طب لو اسم جمع يبقى فعلها ايه؟ جمع. نقرا بقى الامثله. choose the correct answer. all information is are where have have ولا where on the internet. احنا قلنا information uncountable، يبقى هنختار مين؟ ايوه is. very good. all water، الوتر دي او الورر زي ما بيقولها كده في الامريكان، ورر طبعا دي uncountable، يبقى هناخد fill ولا fills ولا filling ولا have filled the bottles، يبقى هنختار مين؟ ايوه انا سامع حد بيقول لي fills، الفعل اللي اخره ايه؟ is. all او all of، all او all of، all او all of the students دي countables وجمع، هختار have ولا has
to obey their teachers. أعتقد أيوة سامع حد بيقول لي have. All of the teachers works hard. أيوة تمام تمام. طبعا teachers countable واسم جمع فهنختار مين؟ work. Page 2 عندي half و half of. أنا قلت half وراها اسم لا يعد uncountable الفعل بتاعها singular فعل مفرد. و half و half of لو وراها countable اسم جمع هيبقى الفعل بتاعها ايه؟ plural. ما عدا الاكسبشن اكسبت half a centimeter half a meter half a kilometer دي وحدات الايه؟ القياس. شوف اللي تشوز نمبر 1 half ولا half of the الاثنين صح دي او دي يبقى half او half of students انا هركز على students هتاخد has ولا have exams on unit 4 وهيقول لي طب ما students جمع طب ما تختار الجمع يبقى have. نمبر 2 half of the teachers teachers جمع ولا مفرد؟ قال لي جمع اختار الجمع يبقى are clever. نمبر 3 half ولا half of the milk are ولا is drunk شرب الملك uncountable ما بيتعدش يبقى ازاي اختار ار مش هينفع يبقى اختار مين از هاف او هاف اوف ذا ووتر ميلون نص البطيخه طبعا ده uncountable ما فيهاش اس uncountable از ولا ار انف فور ذيم uncountable اختار مين از الناس مذاكره الاول صفحه قلناها هي ووكد هو مشي هاف ولا هاف اوف ولا هاف ا كيلومتر تو ريتش هوم وهقول لي وحده قياس ووحدات القياس بنختار فيها مين هاف ا اخر واحده تمام نيجي على بوث احنا قلنا يا اولاد بوث وبوث اوف وبوث اند كلا كلتا كلا من وراهم اسم جمع يدل على اتنين يعني ماي ماذر ماي فاذر ماي سيستر ماي براذر يا اما وراها فاعل اول واند فاعل تاني يا اما وراها مفعول اول واند مفعول تاني يا صفه اولى وصفه تانيه يا اما بوث اوف ذيم وبوث اوف يو واس وذا وذيس وذوس بوث اوف ماي بوث اوف هيز بوث اوف هير وتشير الى الاثنين وفعلها فعلها ايه؟ جمع فيري جود فعلها جمع يبقى انا اول ما بشوف both انا بختار الجمع المثال الاول نمبر 1 both cars is ولا are expensive فيري جود are عشان cars countable both half all دينا اند اسراء are my daughters مش هقول نص دينا واسراء مش هقول كل من دينا واسراء انا اقول ايه كلاهما يبقى انا عندي both عشان موجود عندي مين؟ and نمبر 3 both my parents بابا وماما 2 both my parents have ولا has attended my party ايوه احنا قلنا جمع يبقى have both my sisters like ولا likes watching TV ايوه انا سامع like very good like both ولا all ولا half of our feet رجلينا الاثنين رجلينا الاثنين انا بعمل مقارنه بين اثنين are used while driving يبقى ناخد مين يا اولاد both ده بالنسبه لبوث بيج نمبر 4 نايذر ونايذر اوف ونايذر نور ليس هناك اي ولا اي لا ولا احنا قلنا وراها ايه؟ ها اسم مفرد يعد وبتتكلم عن اثنين طب ونايذر اوف ذيم ونايذر اوف يو ونايذر اوف اس وذا وذيس وذوس وماي والاسماء الجمع البلورال ناونز ونايذر نور بتاع الفاعل والفاعل او المفعول والمفعول او الادجكتيف والادجكتيف ايا كان قال لي الاثنين اللي فوق الفعل دايما بيبقى ايه؟ مفرد. مع ان نايذر اوف ذيم بتاخد الجمع ولكن يفضل المفرد. واخر واحده نايذر نور انا بشتغل على الفعل الايه؟ التاني زي ما مكتوبه قدامكم بالظبط. يا جماعه الورق ده مهم جدا وتصور وتذاكر عليه. نايذر اي انا عندي تو ايز فانا بقول ايه؟ نايذر ولا عين. ار ولا وير ولا از سترونج؟ از سترونج. ولا عين عايز البس نظاره وعايز اعمل ليزك وحاجات كده كتير. نمبر 2 نايذر نهى or ولا and ولا نور ندى is my daughter ايوه neither نور very good neither ولا both ولا all ولا half of my hands is clean والله يا اولاد لو اس دي مش موجوده عارف لو كانت ار كنت خدت both عشان الاز موجوده فعل مفرد هشطب both وهشطب all وهشطب half وحتى half مش هتمشي في المعنى يبقى ده مش غير مين neither of my hands نمبر 4 نايذر ولا بوث ولا اول ولا هاف اوف ماي بيرنتس ووز ات هوم طبعا احنا قلنا الفعل فعل ايه يا مفرد يا جمع فهناخد ووز نايذر نوها نور هير فريندز از ولا ووز ولا ار ابسنت انا سامع حد بيقول لي فريندز جمع يبقى هناخد مين يا اولاد ار فيري جود لان نتبع الفاعل الثاني مع نايذر نور
نفس اللي قلناه على نايذر هنقوله على ايذر. ايذر او ايذر، ايذر او اوف او ايذر اور، ايا من، اما او. انا عندي ايذر وراه اسم مفرد يدل على اتنين، وعندي ايذر اوف ذم او يو او اس او ذا او ذيس وراه اسم جمع. الفعل هنا مفرد، اه في الثانيه ممكن يبقى جمع ولكن يفضل المفرد. عندي ايذر اور، الفعل بيتبع الفعل الايه التاني. تشوز ايذر نوها اور نادا، ايذر نوها اور نادا، كامز ولا كام ايرلي. ايوه النادا مفرد يبقى ناخد مين؟ كامز. طب ايذر اوف ذم هاف ولا هاز، هاف ولا هاز تيكن ماي موبايل، الاثنين صح. بوث اوف ذم ار كوريكت، ولكن الادق هنا هاز، الادق هاز، لان العامي اه تمشي في اللغه العاميه ولكن في البريتش تبقى مين؟ هاز. ايذر ولا بوث ولا اول ولا هاف اوف ماي شيرتس از سيوتابل فور يو. اول ما شفت از هشطب بوث دي بتاع الجمع، هشطب اول بتاع الجمع، وحط هاف برضو للجمع، يبقى نختار مين؟ ايذر عشان الفعل مفرد. نيذر ولا بوث ولا ايذر دينا اور اسراء از كامينج هوم ناو. اه انت از مفرد وعندي اور، يبقى نختار مين؟ ايذر اور. فيري جود. نمبر 6 عندي اتش و اتش اوف. احنا قلنا اتش وراه اسم مفرد يعد يدل على اثنين او اكتر وفعلها مفرد. حتى اتش اوف ذم واتش اوف يو، اتش اوف اس، اتش اوف ذا، اتش اوف ذيس، اتش اوف ذوس، فعلها برضو ايه؟ مفرد. تشوز اول ولا بوث ولا اتش ستودنت. ستودنت ده فعل مفرد، يبقى نختار مين؟ اتش ستودنت ان ماي كلاس ستاديز هارد فور ذا اكزام. تمام. اتش اوف ماي براذرز، ماي براذرز. حتى اتش ما احنا قلنا اتش وراه الفعل ايه؟ مفرد. هيبقى از ولا هاف ولا ووز ولا هذا موبايل. تمام. يبقى هاز ا موبايل عشان المعنى هذا موبايل. اتش اوف يور تو جاكيتس، اتش اوف يور تو جاكيتس ار ولا وير ولا هاف ولا از تو سمول. احنا قلنا فعلها مفرد، يبقى فيري جود از. هي هاد ا باج ان افري ولا اول ولا بوث ولا اتش هاند. طبعا بوث هتبقى بوث هاندس، اول هاندس، افري لو اكتر من اتنين يبقى عندنا مين؟ اتش. شي ويرز ا بارسل، لابسه غويشه ان اتش ولا افري ولا بوث ولا هاند. هي لها اتنين ايدين يبقى اتش ايه؟ هاند. اخر حاجه افري. افري وراها اسم مفرد يدل على اتنين، على تلاته واكتر، تلاته واكتر. وعندي افري وان وافري بادي وافري ثينج، ما عنديش حاجه اسمها افري اوف. الفعل بتاعها فعل ايه؟ مفرد. حلوه، يبقى اتش وافري فعلها مفرد. افري كمبيوتر ان ذا اوفيس، كل الاجهزه الكمبيوتر اللي في المكتب، از ولا ار ولا هاف تشيكد كيرفولي. اعتقد از عشان فعل مفرد. اللي بعده هي نوز اتش ولا بوث ولا هاف ولا افري وركر ان ذا كمباني. عدد العمال عدد مهول مش اتنين بس، هنا هناخد افري وركر ان ذا كمباني. افري ولا اول ولا هاف ولا بوث وان اوف ذا جيرلز هاز جوت ذير بوك. اعتقد افري وان. كده نتمنى ان احنا نكون غطينا الوحده كويس، نتمنى ان الناس تكون استفادت، نتمنى ان احنا نكون بسطناها، كونناها بطريقه بسيطه وسهله. ان شاء الله لينا في المراجعات لقاءات اخرى ان شاء الله هنراجع فيها الشواذ والحاجات التانية. شكرا. احسنت يا مستر رمضان، وحلقه من الحلقات الشيقه، وما شاء الله عليك يعني شرحتها بطريقه سلسه جدا. اتمنى ان كل الطلاب يكونوا استمتعوا معنا بالحلقه، وتمنياتي القلبيه لكم بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. شكرا لكم جميعا. اشكركم.